هداف الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا. على اليمين يبدأ الفريق الأنغولي بركلة البداية، وعلى اليسار يبدأ الزمالك. كل التوفيق للزمالك في هذه المباراة. 20-22 مراوغة جميلة من جانب الجودي كام اللاعب الكونغولي، وادي عرضية لكن تبعد من دفاع نادي الزمالك لعمر السعيد، خطفها عمر، انطلق الآن واحد على واحد، ممكن يفوت ممكن يمر، سدد كرة ضعيف من جانب مصطفى فتحي، عادت من جديد خطيرة مراوغة، أري بابل راوغ سدد، والعرض تمنع هدف أكيد على أري بابل. فرصة خطيرة لأري بابل، تلاعب بمدافعي الزمالك أري بابل ومر وعدى من التبر اللاعبين. الأجمة من جديد للفريق الأنغولي عن طريق الخطير نجودي كاما، غير اتجاه اللعب على اليمين، عرضية تأتي من جانب فريق أول أغسطس، دفاع الزمالك يتصدى، نجودي كاما نتهل على الجهة اليسرى، نتهل راوغ عدى فات، يلعب عرضية خطيرة لكن إبعاد يأتي من داخل منطقة جزاء. الاستلام والمحاولة من جانب نادي الزمالك، فرصة الآن لمصطفى فتحي، مرر على اليمين عمر السعيد، متحمد الونش ومحمود علاء، وادي الركنية ملعوبة خطيرة فيها ضربة رأس لكن مرت. مازيمبي صعد كأول المجموعة، الزمالك كوصيف في المجموعة الأولى، لدينا في المجموعة الثالثة الوداد ومابي لودي سان داونز، ولدينا الترجي طبعا والرجاء من المجموعة الرابعة، وتبقى فقط ممثلي المجموعة الثانية ما بين الأهلي والنجم والهلال السوداني. 2 من الثلاث أندية هيصعدوا لإكمال عقد المتأهلين لدور ربع النهائي من هذه البطولة إلى 8 أندية. الكرة وصلت لنتهل، ضاغط عليه مصطفى فتحي ومن خلفه أحمد عيد، ثنائي اللي بيدافع في هذه الجهة اليمنى، تبريرة خطيرة، وهذه تسديدة من أري بابل، حتى الآن تسديدتين لأري بابل لكن برافو، يعني بتصل الآن في هذا الوقت بالتحديد ل 33 درجة مئوية. انفراديات الآن ومحاولة من جانب كريم بامبو لكن دبلو خرج وأبعد هذه الكرة الخطيرة، عرضية من كريم بامبو سهلة لدفاع الفريق الأنغولي، والتبريرة لنجودي كاما كيلا طويلة، يلعب عيد داخل منطقة الجزاء، توب عن تصل من جديد ومحاولة للتسديد من جانب المهاري والموهوب عبد الله جمعة، ياخذ خطأ وركلة حرة، عبد الله جمعة خطأ على حدود منطقة الجزاء، زيزو اللي هيسدد، زيزو في الحائط، حتى بس طويلة يلعب عيد، حرك على طول عمر السعيد لكن الدفاع يتفضل لهذه الكرة ويبعدها، وهذه محاولة مرور من جانب الخطير مصطفى فتحي، يلعب عرضية مصطفى المهاري موهوب، عود المحاولة من جديد لنادي الزمالك، وهذه التبريرة لنتهل يلعبها من اللمسة الأولى، نتهل لكيلا، كيلا يلعب كرة عالية خطيرة رأسية من جانب بابو لولو ومحمد عواد في مرمى، محمد عواد يمسك على طول ضربة الرأس اللي جاءت من جانب بابو لولو، تحرك طيب من قريب، ابعاد عدد من جديد خطيره تسديده، والدفاع تدخل، عدد من جديد لمصطفى، مصطفى المهاري امامنا وانطلاقه تاتي من جانب مصطفى، مصطفى لو دخل منطقه الجزاء يقول خطير، مصطفى هيراوغ، مصطفى سدد مصطفى لكن في قدم مدافع فريق اول اول. اخر خمس دقائق متبقيه من زمن الوقت الاصلي للشوط الاول، سقوط من جانب بابو لولو، بابو لولو راوغ سدد بابو لولو لكن سهله على محمد عواد، راوغ طبعا بشكل جيد، اسلام جابر عدى الكره من بين اقدام اسلام جابر لكن بعد ذلك التسديده كانت في متناول، كره في الامام ملعوبه، محمد عواد يلعب ركله المرمى، يلعبوا في رادس طبعا النجم الساحلي اللي كان ملعبه طبعا ملعب سوسه الاولمبي، لكن في هذه النسخه من هذه البطوله بيلعب في استاد رادس في العاصمه التونسيه تونس. أري بابل يلعب في الامام، مابولولو لم يكن متسلل، العرضيه خطيره لكن يا ولد يا احمد عيد تغطيه نموذجيه مثاليه من جانب احمد عيد، منع هدف اكيد بعد ما ضرب دفاع نادي الزمالك في هذه اللقطه، وادي سقوط لمحمد عبد الغني لبايزو في الامام لاري بابل عدى المهاري، دخل لعمق الملعب من امامه على طول اربع لاعبين، عبد الله جمعه، عبد الله كره قطعت ووصلت خطيره لفريق اول اغسطس، راسيه لكن ابعاد ياتي من جانب احمد عيد، هيلعب رمي التماس طويله، يلعب رمي التماس طويله احمد عيد، راسيه مرت سهله الى نبلو،
ضربه راس لكن بتمر سهله الى نبلو. بطوله اللي تغير نظامها ايضا في 2017 وصار دور المجموعات من اربع مجموعات بعد ما كان من مجموعتين فقط قبل ذلك. هجمه الان محاوله للتصويب، زيزو يا ولد، والمتابعه تاتي من جديد، خطيره الكره لكن في تسلل على مصطفى فتحي. تسلل على مصطفى فتحي، حل من ضمن الحلول ايضا للتهديف، التسديد من خارج منطقه الجزاء. تسديده كانت قويه من جانب زيزو، هي اخطر فرصه في المباراه لنادي الزمالك. سدد زيزو نبلو ولم يكن متسلل على الاطلاق مصطفى فتحي. ناتايل لعب كره في الامام، ناتايل اري بابيل، اري بابيل، اري راوغ، اري بابيل، محاولة المرور من جديد داخل منطقة الجزاء، روح مرة أخرى من جديد، عرضية تعود، تسديده، والدفاع تدخل، دفاع نادي الزمالك تدخل في اللحظة الأخيرة. محاولة للتسديد من جديد، ماريو يطالب بلمسة يد، كرة مخطوفة لنادي الزمالك. إسلام جابر يلعبها مع عنتر، عنتر، المباراة أصبحت مفتوحة في الشوط الثاني. عنتر يلعب كرة في الأمام بتحرك يأتي بجانب مصطفى فتحي، مع ماريو على طول يراقبوا يعني في 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 وسط الملعب، كازيرو ماريو، عنتر دور الدفاع من جانب عنتر، لكن يعني تدخلين مؤثرين من جانب عنتر بعد نزوله بلحظات. اسمح لي الفرصه، اعطيه الفرصه باتريس كارتيرون في مباراه تحصيل حاصل طبعا بالنسبه لنادي الزمالك. هجمه الان لفريق اول اغسطس عن طريق الخطير اري بابيل، اري اللي انطلق على الجهه اليسرى، انطلق اري بابيل، حذاري من العرضيات، مابو لولو فاضي، مابو لولو، وضربه راس من جانب مابو لولو اللي قلت انه كان فاضي تماما لكن مرت راسيته بامان على مرمى محمد عواد، مرت ضربه الراس بامان على مرمى محمد عواد. شوفوا طبعا الرقابه كانت غائبه ربع الساعه تقريبا الان، مرت من زمن الشوط الثاني، كره خطيره يلعبها على طول خلفيه عمر السعيد لكن مرت بعيده يا عمر، مرت بعيده كره عمر السعيد، ركنية للزمالك ملعوبة على مرتين. زيزو، زيزو لعنتر، عنتر من أجل التسديد، عنتر والثغرة والتسديدة قوية من جانب عنتر. بالتأكيد لياقة المباريات، لياقة المباريات هامة جدا بالنسبة للاعبين، غير طبعا يعني لياقة التدريب على الإطلاق. عرضية خطيرة رأسية عادت من جديد لكن توب عدى حكم المباراة، بالفعل أعطاها لإيبو كور اللي بيلعب كرة عرضية خطيرة، مرت وادي التسديد، مرت خارج المرمى، مرت خارج المرمى، مش ممكن يعني، خطأ ساذج من جانب لاعبي نادي الزمالك، وكان أكتر من لاعب الفريق الأنجولي داخل منطقة الجزاء بدون رقابة. أعتقد لاعبو نادي الزمالك إنه الحكم هيعطي الكرة طبعا للزمالك، لكن أعطاها الفريق الأنجولي لأنه التعديلات الجديدة تنص على هذا، يعني أعطاها للفريق الأنجولي، ولكن طبعا يعني تعرض لسوء توفيق حتى الان في هذه المجموعه. التبريره خطيره، ناتايل، ناتايل كان متسلل، ناتايل. الان ياتي الدور على محمود حمدي الونش ليستنفذ باتريس كارتيرو مدرب نادي الزمالك تبديلاته المتاحه حتى الان في هذه المباراه. عنتر الان في فاصل مهاري لكن امامه اربع لاعبين، عاد في الخلف من جديد، تحرك ياتي، التبريره من جانب محمد حسن. التحقيقات القادمه قبل المباريات الهامه القادمه، نادي الزمالك داخل على سلسله من المباريات الهامه جدا في هذا الموسم. كابونجو، كابونجو، كاسونجو، خطيره، تسديده، مرت الى ركنيه، وعلى التنفيذ عنتر، يلعبها عنتر لزيزو، ياخذها عنتر من جديد، مرر الكره بعرض الملعب، محاوله لعبد الله جمعه، غير ايضا الاسلام جابر، بيفتح على اليمين عمر السعيد، وادي تبريره في الامام من جانب محمد حسن، استلام من جانب عنتر، خطفها منه على طول بايزو، عاد واستخلصها بايزو، بايزو وعنتر، وخطا على عنتر. حوار الثنائي اللي شفناه طبعا ربع الساعة أخيرة متبقية على نهاية زمن الوقت الأصلي للشوط الثاني في هذه المباراة. أونجوندا يلعب كرة طويلة في الأمام، في لمسة يد موجودة، بلاعب عمره 26 عام بوكامبا، نادي أول أغسطس طبعا اسمه بيأتي من تاريخ إنشائه، وهذا النادي تأسس في هذه المباراة، يظهر بعد غياب عنتر. عواد كان شارك أمام تيبي مازيمبي، المباراة اللي خسرها الزمالك طبعا بثلاث اهداف وقبل لا شيء. هذه مرور، التسديده مرت خارج المرمى، واد لعب طبعا امام مازيمبي.